السلام عليكم. المزايا الكويسة في ريفت 2020، ألا هو لو أنا عندي كذا سكوب بوكس من فيو ليست أقدر أتحكم في أنا واحد فيهم اللي هيأثر في البلان. يعني على سبيل المثال لو أنا عندي سكوب بوكس مثلا هنا الجزء دوت، وعندي سكوب بوكس آخر في الجزء دوت، وبعد كده عملت فيو ليست، أجي هنا في الاسكادوال وأقول له أنا عايز أعمل فيو ليست. طبعا أهم حاجة ليفل ال تمام. طيب هلاقي حاجة جديدة اسمها السكوب بوكس، دي بقى ميزتها ايه؟ ان انت في كل فيو فيهم تقول له انا سكوب بوكس اللي هيدفع، سكوب بوكس 1 سكوب بوكس 2، هو اوتوماتيك بيبدأ يقطع اللوحة بحيث ما يظهرش منها غير السكوب بوكس 1 او السكوب بوكس 2. فدي سهلة جدا، ان انا لو مقسم الليفلات لاربع اقسام اتأكد ان كل قسم فعلا واخد السكوب بوكس المظبوط معاه، ولو مش كده اقدر اعدل زي ما انا عايز.